هذا الذي نحتاجه نحن كمربين، صبر نوح. نوح يستيقظ صباحا مبتسم متفائل، أنا اليوم ذاهب لأدعوهم إلى هذا الدين، يذهب إليهم، خلوهم يجرون، عاملين لي حركة موسيقى تصويرية حلوة، يذهب إليهم يدعوهم، يضحكون عليه، يستهزئون به، يرجع غدا راجع لكم. شفتوا الصبر كم سنة؟ 150 سنة. هذا الصبر. نوح ما كان يائس، ما كان مرهق. مالك انزعجت؟ إذا انزعجت مشكلتك، اطلع برا، أنت اطلع بس هم يطلعون. أطفالنا يا أخي إذا تضايقون من الأطفال كيف تكون مربين؟ خلوهم موسيقى تصويرية. يعني أنا الحين اللي أتكلم المفروض أنا يضيع تشتت فكري، أنا مستانس، خلوهم معي. تعلموا الصبر، تعلموا متعة الأطفال، خلوهم يجرون يلعبون. النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الأطفال يلعبوا في المسجد، ما نهرهم، ركبوا على ظهره، أطال السجود، ترك خطبة الجمعة ونزل ياخذ طفل. هذا النبي قدوتنا صلى الله عليه وسلم. إذن كن معلما، كن مربيا، علم أبنائك، لا تكون قاضي تحاكم أبنائك وغير ذلك. عاشرا، كن سندا وحاميا. سند معنى سند، أرعى أبنائك، رعاية الأبناء. عارفين معنى الرعاية؟ الرعاية جزء من التربية، ليست هي التربية. ومن حصر التربية في الرعاية أضاع الأبناء. الرعاية وهو ما معناه؟ لو هذا اللقاء يقام تحت رعاية شخصية معينة، شخصية رئيس بلدية إسطنبول، أنا سأرعى المؤتمر، ممتاز. وشنو هذا المؤتمر؟ والله مؤتمر يتكلم على تربية الأبناء وكيف نربيهم تربية حسنة، هي ممتاز، أنا معكم. الرعاية، لو قلنا الأبناء، لو قلنا الراعي، سنعمل مؤتمر على رعاية المسنين في دور رعاية، نبني دور رعاية. قال لا أنا ما أؤمن دور رعاية، أنا أؤمن بالأسرة، أنا لا أريد أرعى هذا المؤتمر. لو قلنا ليه سنعمل عمل خيري ونجيب مغنين ونجمع أموال من أجل دعم الأيتام، من المغنين؟ وقالوا عن مغني مثلي، مغني شاد. الراعي ماذا يقول لكم؟ أنا لا أرعى مؤتمر يؤتى له هؤلاء الضيوف. هذه الرعاية، لما تخرج على الإطار يقول لك ارجع، وإلا اتركوهم. هذا نسميه الرعاية، سند. احموا أبناءكم، كونوا سندا لهم، احموهم. أنا أشوفكم أنتم سند وحماية لأبنائكم ولا لا؟ أنتم تعتقدون أنكم أنتم تساندون تحمون أبنائكم ولا لا؟ تعتقدون؟ ها؟ أختبركم، أخاف أختبركم تسقطون في الفخ. لاحظوا كم واحد فيكم عنده طفل أقل من 10 سنوات موفر لي جهاز أجهزة الآيباد والآيفون؟ ألو ها؟ أنتم اللي موفر لهم الأجهزة ليسوا ما عندهم سند. يلا خذوا هذا خلاص. لا العبوا أصواتكم أجمل. اللي يوفر الأبناء أجهزة إلكترونية، آيباد، آيفون، هذه الألعاب الإلكترونية، ألعاب الجيمز، البلاي ستيشن، عمره أقل من 10 سنوات، هذا ليس سند ولا يحمي أبنائه. إيه مصائب تأتي من هؤلاء. ابن مسكين حطه أمام الأجهزة، ضاعت قدراته، ضاعت شخصيته، ضاعت حياته الاجتماعية. هذه الكفايات العشر. بقيت لنا السمات الست. السمات الستة وهي كيف نخرج هذه الكفاءات إلى ممارسات يوميا. الاحترام، الإعجاب، الحب غير المشروط، التوقع، الصداقة، ثم التوازن. هذه ست سمات. أول شيء نبدأ بالاحترام. أول شيء، من فيكم يحترم أبناءه هنا؟ كلكم، ممتاز. خلنا نجي شوية هنا. من فيكم تحترم زوجها؟ كم واحدة فيكم تحترم زوجها؟ كلكم. والله نفسي أصدق أخواتي، نفسي أصدقكم.
يصعب إيجاد امرأة تحترم زوجها. والله يصعب. يصعب يصعب يصعب. يعني صعب تجد امرأة تحترم زوجها في عالمنا الإسلامي والعربي عموما. تطيعه، تقدره، لكن تحترمه لا، صعب صعب. أسأل الأخوات اللي قالت تحترم زوجها، كلكم اللي قلتوا، كم واحدة فيكم تحترم زوجها؟ كلكم قلتوا صح. كم واحدة فيكم اللي تحترم زوجها؟ هو زوجها ممتاز وزين، لكن لو يتغير في بعض الأمور يصبح أفضل. كم واحدة فيكم عندها ذي الرؤية؟ أنت طبعا طبعا. إذا ما تحترم زوجها، من فيكم تريد زوجها يتغير وما تحترم زوجها؟ احترام الزوج يعني أن تقبله كما اللي هي قابلة زوجها كما هو بسلبياته وإيجابياته وأخطائه وتقصيره، هذه تحترم زوجها. نعم، كل سلبياته. ها؟ لا لا، ما في سلبيات، هذا شيء ثاني. في سلبيات، ليش هو كامل؟ ما في إنسان كامل، في سلبيات، بس أنا أتقبل بسلبياته. إيه كويس ممتاز، سلبياته وإيجابياته متقبله. ما في إنسان ما في سلبيات. نعم، إيه 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 نعم، يدخل في عدم الاحترام. نعم، يدخل في عدم الاحترام. الزوجة، هذا زوجي، هدية الله إلي، هذا اللي أعطاني الله، أنا أتقبله كما هو. ما لم أتقبله كما هو لا أحاول تغييره، أدعو الله يصلح حالنا كلنا. إذا أنا توقفت عن محاولة تغييره وأتمنى يتغير، هنا أحترمه. لأن بين قوسين، المرأة اللي ما تتقبل زوجها تريد يتغير اختارت طريق التعاسة، لأن كل ما تشوف السلوك السلبي اللي في زوجها تصاب بالتعاسة. السؤال، قولوا لي امرأة في الدنيا في التاريخ كانت متقبلة زوجها كما هو. واحدة فقط شيلوها خارج الحسبة، هي خديجة. غير خديجة، غير خديجة، قولوا لي واحدة غير خديجة. لا، مو متقبلين، كنتم معجبون، ساقطين في الإعجاب. يومها في بداية الزواج يكون الإنسان واقع في الحب، ما يشوف ولا شيء أبدا. الحين قولوا لي امرأة في التاريخ كانت متقبلة زوجها ما تريد تغييره. امرأة في التاريخ واحدة. نعم، من؟ سيدة زينب متقبلة النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ أم الدرداء. ما اشتكت؟ إيه اشتكت، وفي الأخير تقبلته. لا توجد امرأة إلا بعد ما تتعلم أن ما في طريق إلا احترام الزوج، تقبله كما هو. لا لا، الرجال، الرجال ما عندكم مشكلة، لا الرجال ما عندهم مشكلة تقبل. الرجال متقبلين الزوجات كما هن. لا الرجال ما عندهم، والله لا والله ما عندهم، الرجال ما عندهم هذه المشكلة أبدا. أنا جاتني زوج وزوجة في مدينة الرياض، عندهم مشكل زواجي. بعد ما حلينا المشكل الحمد لله والأمور تحسنت، طلبت مني الزوجة طلب، دكتور أطلب منك طلب. خير أختي، أنا يا دكتور امرأة وأنت أحب أتزين أتجمل، هو ما يريد. أختي أنت تزيني لمن؟ لزوجي. هو ما يريد. يا أختي تفضل. يا دكتور أنا أحب زوجتي كما هي، لا تحط لا ماكياج ولا شيء، زوجتي كما هي أعشقها وأحبها، متقبلها يا دكتور، ما أبيها تزين. يا أختي زوجك متقبل كما أنت، لا تغيري، وغيرها من الأمور. الرجال ليست مشكلتهم تقبل المرأة، وذاك المرأة اللي عندها مشكل. حتى أمهات المؤمنين عائشة وغيرها، السؤال ما عملوا حلف ونقابة ضد النبي صلى الله عليه وسلم يريدون يتغير؟ يا رسول الله اللحم الشوي زيدنا في شوية في النفقة، خلنا نطبخ لحمة. قال أنا هكذا، تريدناني مرحبا، ما تريدني أسرح. كنا صراحة جميلة، شنو قصتهم؟ يريدون تغيير النبي، النبي ما راح يتغير لكم، تقبلوه. النبي كان غنيا ولكن اختار أن يعيش حياة المساكين والفقراء. أنا هكذا، تقبلناني كما أنا مرحبا، إذا ما تريدنا أسرح كنا صراحة جميلا. بمعنى مسألة التقبل ليست سهلة.
كذلك الأبناء. الاحترام الأبناء هو أن تقبل ابنك كما هو. ابنك عنيد، كثير الحركة، يجري، يصرخ، يطلع، يزعج، هذا ابني، أتقبله كما هو. لا تقول والله ابني رائع لو، ما فيه لو، ابنك رائع كما هو. تقبل ابنك كما هو. ممتاز، حتى أتقبله كما هو لازم أتعلم فصل السلوك عن الابن. والآن أدخلكم في اختبار ثاني، ثاني اختبار. هل أنتم عندما ترون سلوك سلبي في ابنك تكرهون السلوك ولا الابن؟ مو الابن، يعني تكرهون الطفل ولا السلوك؟ ليس الطفل. والله أنا نفسي أصدقكم بعد، أختبركم. جاء الابن أخذ شيء وكسره، والشيء غالي. أنتم الآن كرهتم سلوك الطفل والتكسير ولا الطفل؟ تكسير مو الطفل، صح؟ ليس الطفل، ممتاز. ولذلك تصوركم كالتالي، يجي عند الطفل، هذا الطفل اللي كسرته بارك الله، تعال حبيبي بالحضن وتضمه، أحبك، مو مهم يتكسر، أهم شيء أنت، صح هكذا؟ ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ تصرخون في وجهه، ماذا فعلت؟ الحين أنت الكره اللي بداخلك ما توجه السلوك، توجه الطفل. لذلك أنتم ما تستطيعون تفصلون بين السلوك وبين الشخص إلا إذا ابنك عمل شيء، تعال حبيبي ضم ضمة، أنا أحبك لكن ما عندي مشكل معك، مشكلتي مع ذاك السلوك. أما أنت لن ترى مني إلا الابتسامة والكلمة الطيبة. أما إذا غضبت في وجه الطفل وصرخت في وجهه، أنت جعلت الطفل والسلوك شيء واحد. وإذا ربطت الطفل بسلوكه تأخذ العزة بالسلوك. لما نبي الله لوط قال أنا لقومه إني لكم من القالين، ولا قال إني لعملكم ولا لكم؟ إني لعملكم، ما عندي مشكل معكم، إني لعملكم، أما أنتم ما عندي مشكل معكم. غير هذا نسميه فصل السلوك عن الابن. وإذا كان علمكم هذه المهارة، إذا شفت أي سلوك سلبي عند ابنك روح له بسرعة وضمه ضمة، حبيبي بعد عمري أنا أحبك وكذا، وبعد ما إذا ولكن ذاك السلوك لا يعجبه، أما أنت حبيبي إذا صرخت أو عاقبت أو ضربت أنت وسلوكك شيء واحد. ده كمهارة، مهارة ليست سهلة. نعلمكم بعض الطرق المساعدة. الطريقة الأولى، لما تشوف سلوك عند ابنك سلبي ابدأ تلعب مع نفسك باليد، قول سلوك ابني حبيبي، أنا أحب ابني، ما عندي مشكلة مع ابني. سلوك الابن هو اللي ما يعجبني، أنا عندي مشكلة مع السلوك. ابني أحبه، ما عندي مشكلة معه، السلوك ما أحبه. لكن اعمل هذه الحركات ما أحد يشوفك حتى ما يقول عنك مجنون، بينك وبين نفسك اعملها يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة عشر مرات، يومها تصبح عندك المهارة سهلة. هي ليست سهلة الفصل. أنا حتى علمت نفسي أفصل السلوك عن الشخص أيا كان الشخص، حتى أفصل هذه الشيء. أنا أحب الأولاد، وأكثر ما أحب من الأولاد البنات، أحبهم جدا. فإذا واحد أساء أقول لعل له طفلة صغيرة، يعني ما أستطيع أحقد على أب عنده طفلة صغيرة، يعني ما أستطيع. حتى مرة في الكويت الأمير عفى على مجموعة خرجوا من السجن، فكنت سعيد جدا. بعض الناس ما كانوا سعداء، كانوا يريدون يبقوا. يا الله كم أنا سعيد، لأن هناك بنات سيستقبلن آبائهم اليوم خارج من السجن. دائما عندي البنت، واحد جيني اندفاع للإساءة إليه، إحنا بشر، جينا الاندفاع الإساءة للشخص. أول ما يجي الاندفاع أسيء للشخص، حرام أسيء له وعنده بنت صغيرة عمرها 4 سنوات. يعني وأتخيل كيف هذه البنت 4 سنوات تحس أن أبوها أسيء له. هذه علمتني كطريقة نغش بها المخ، نضحك بها على المخ، لأن المخ نحتاج نضحك عليه، والنبي علمنا الضحك على المخ. حتى خلي المخ يساعدني في مواقف أنني أفصل السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اقرأوا القرآن وابكوا. والسؤال البكاء من أين يأتي؟ الخشوع. وإذا أنا ما عندي خشوع ماذا أفعل؟ ما عندي بكاء، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا التباكي هو نوع من الضحك على المخ، في الأخير يصدق ويجيب الخشوع فيما بعد.
إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وغيرها من الأمور. إذا تقبل ثم معاملة ابنك. لاحظوا في طريقة المعاملة عندنا معاملتين. الحد الأدنى عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك، ولكن هذا لا تصلح في عالم الأطفال. لا ينبغي أن تعامل الطفل بمثل ما تحب أن تعامل، إنما ينبغي أن تعامل الطفل بما يحب هو أن يعامل. الطفل له خصوصيات، الطفل يحب تعطيه حرية، تعطيه فرصة إلى غير ذلك. ما تعامله مثل ما تحب أن تعامل، أنت كبير هو صغير إلى غير ذلك. وهذه حتى في عالم العلاقات الإنسانية ليست صحيحة. أنا جاتني زوجة متصلة علي من الإمارات، يا دكتور أنا أسرتي في انهيار وما أدري أنا رح أستمر ولا ما أستمر مع الزوج، رح أفكر في الطلاق، دكتور رح أعطي نفسي آخر فرصة، أريد كيف ألتقيك؟ قلت له والله شوفي أنا عندي 3 دول سأكون فيها خلال هذه الشهور، أكون في الكويت والسعودية وقطر، اختاري أي دولة من هذه الدول وأفضل الكويت وقطر، تكون سهل الجلوس وكذا مع بعضنا. وجيتي وزوجك، المهم جاتني هي وزوجها، جلست، يا دكتور ما أدري أكمل معاه ما أكمل معاه، أنا ما زلت صغيرة وأمامي عمر وكذا، أنا أحس زوجي ما يحبني وأنا ما أستطيع أعيش مع واحد ما يحبني، وأنت أخي أنا أحبها، يقول الرجل أحبها، حين أصدق المرأة ولا الرجل؟ دائما صدقوا الرجال، دائما صدقوا اللي يقول أحب، والله هو يحب أنا مصدقك، تعال أخي الكريم أنا مصدقك وعارف أنك تحبها وأنا متأكد أنك تحبها، لو لم تكن تحبها لما حجزت تذكرة الطائرة والفندق وجايبها إلى هذه الدولة للالتقاء بي، لو ما كنت تحبها ما تسوي هذا الشيء. بس أعطيني دليل، أعطيك دكتور دليل دامغ على أن نحبها، تفضل. قال يا دكتور أنا صرفت 50,000 درهم على قصيدة باسم زوجتي. قلت لي ما فهمت كيف؟ قررت عند واحد كاتب، أعطيته اسم زوجتي ومعلومات عنها واسم أبوها قبيلتها، وألف لي قصيدة باسم زوجتي وأعطيته 5,000. قلت ليش لحظة أنا سمعت 50,000 ولا 5؟ أنا سمعت 50,000 والحين تقول 5. قال لا دكتور ما انتهت القصة، كمل. 5,000 القصيدة أخذتها عند فايز، أعطيته القصيدة لحنها لي بالعود وسجلها تسجيل، فايز لحنها هو يعطيني أسماء أنا كانني حافظ الأسماء ما أعرفهم، بس في حالة اكتشفت الناس كلهم يعرفونهم أنا لما كنت أعرفهم. المهم فايز لحنها وخد فلوس، رحت حجزت استوديو وأعطيته من اللحن، وأعطيت اللحن لواحد اسمه عيضة، وخدت الموعد وجاء عيضة باللحن وغناها مع موزع موسيقي في استوديو. العملية كلفتني 50,000. 50,000 تكفلون بها 5,000 يتيم، مبلغ كبير. وجايبها مفاجأة لزوجته، حطها في قرص، ركبت السيارة مع الزوجة، حبيبتي حطي هذا القرص، حطت القرص، شغلت القرص، سمعت المغني يغني باسمه واسم أبوها، انتهى القرص طلعته وحطته ورمته وسكتت ولا شيء. ايش رأيكم؟ ها؟ ايش رأيكم أخواتي؟ ها؟ سفة؟ حكمتوا على المسكينة سفة؟ هو ولا هي؟ هو صرف الأموال يعني مسكين يحبها. الحين وين الخطأ، الرجل ولا المرأة؟ المرأة اللي ما تفاعلت مع الجهد اللي صرفه، ولا الرجل اللي ما عرف يصرف الجهد؟ الخلل في الرجل وليس في المرأة. يا أخي أنا فاهم 50,000 صرفتها وكل وساعات والمواعيد وكذا، ولكن خليك أختي، صورة المرأة الآن هذه اللقطة اللي أقول لكم إياها ما زالت أمامي مصورة. أختي خليك من 50,000 اللي صرف والكلام اللي قال، أنت ما المطلوب من زوجك حتى يدل أنه يحبك؟ هكذا رفعت يدها اليسرى، أنا ما أبي، أنا لا أريد منه لا هدية ولا قصيدة ولا أغنية ولا كذا، أنا أريد منه يجلس هكذا، يجلس جنبي ويرمسني، يرمسني يرمسني يعني يتكلم معي، يسولفني، يسولف، يتحدث معي، حواري، حاورني باللهجة، يرمسني، يجلس جنبي ويرمسني، هذا اللي أريد منه فقط،
يا أخي ما تريد لا 50,000 ولا مواعيد، اجلس جنبها وتكلم معها بسيطة جدا. هذا اللي يسعد المرأة، هذا هو حب المرأة. ولذلك عاملها بما تريد هي وليس بما تريد أنت. في الحياة كلها هكذا، هذا نسميه الاحترام. إذا تقبل ابنك كما هو، هكذا احترمني، عامل باعتبار سيد ابنك، هذا ابني، هذا السيد ابني. اللهجات العربية فيها قلة احترام للأطفال، أغلبها، يمكن بعض الاستثناءات، أقول لكم استثناء المغرب، استثناء المغرب، اللهجة المغربية فيها نوع من الإيجابية كبيرة. صفقوا على المغرب، لا أقول لكم احكموا احكموا. شوفوا الطفل، الطفل في لهجات عربية يسموه الجاهل، اليهال، البزر. في دولة في المغرب على يسموه صغير، أب مثلا عنده 7 أبناء يقول عندي 7 صغار، دائما صغير، بزر. المغرب يسموه الدري، من الدرر، عندي 7 دراري، من الدرة، بمعنى الدرة، شيء إيجابي. طبعا هذه لهجة مغربية، تعرفون المغاربة الأشياء الكلمات السلبية دائما ينطقونها بعكسها. النار يسموها العافية، المقبرة يسموها الروضة. المرأة لما تجي تطبخ تقول رايحة تطيب، تطيب الأكل. المرأة الحامل كل يوم يسأل كيف كل يوم مع الخفة، هي حامل يقول أخفة، وهكذا. ففي هذه اللهجة فيها الإيجابية القديمة اللي كانت عند العرب ما زالت مستمرة في المغرب. الطفل من احترامه اعتبره سيد ابنك، لا تسميه جاهل، صغير، بزر. الشام شنو الأسماء اللي تقول الأطفال؟ يعني إيجابية ولا سلبية؟ ها؟ إيش؟ ها؟ مس شنو؟ مسحون؟ مسعود؟ ممتاز، إيجابية ولا سلبية؟ ها سلبي، حتى ثم رايحين مع الجهال، مع الجاهل والصغير والبزر. اعتبروا ابنكم، سموه أسماء إيجابية، أعطوهم أسماء القبيلة، أكفروا بهذه الألقاب السلبية اللي جاتنا في تراثنا عند بعض اللهجات. عاملوا باعتبار السيد ابنك، نادي بأحب الأسماء، لا تنادوا بالأسماء السلبية أبدا. لاحظوا، إذا الابن غير محترم لا يشعر بالاحترام يصبح عنيد. إذا شفت ابنك تجاوز 3 سنوات ويعاند، عرف أنه ينقص احترام. إذا شفت ابنك يخرب، علم أنه ينقص الاحترام. إذا شفت ابنك يزعج الضيوف ويصرخ، فاعلم أنه ينقص الاحترام. وإذا ابنك يكذب كذب خيالي، يتخيل أشياء ويقولها غير واقعية، فاعلم أنه يبحث عن الاحترام. لازم الأبناء اللي يكذبون كذب البطولي، أنا اليوم كنت أحسن واحد واليوم كذا وغيرها من الأمور وغيرها. تعرفون الأبناء اللي كانوا يلعبون يطلعون هنا كانوا يشبعون حاجتهم من الاحترام، وذاك لما تمنعونهم يطلعون ويلعبون في هذا المكان كأنكم تمنعونهم من إشباع هذه الحاجة. الحين الابن يحس أنه محترم مقدر، مثل ما أنتم تقدرون من يقف هنا ويتكلم أمامكم، أيضا نقدر هؤلاء الأطفال، فهذا نوع من الاحترام للأطفال، أعطوهم. إلى غير ذلك، ممتاز، هذه راح أشرحها لكم. إذا أردتم إشباع الاحترام عند الأبناء أعطوهم وقت، اجلس مع ابنك وقت، لكن ما تعطيه وقت للنصائح والتوجيهات والمواعظ، هذا ليس وقت، وقت للعب والحوار، المداعبة، إلى غير ذلك. أنت خليك بقيمتك الذاتية، لا تنازل عن قيمتك، بمعنى لا تنازل عن وقارك. أحد الآباء أراد يبين لي إلى أي درجة هو ما شاء الله منسجم مع أبنائي، يلعب معهم، فجلس قال دكتور الآن سألعب لعبة مع أبنائي، تفضل. فوقف وعمل هذه الحركة هكذا، ويجي والأبناء ويضربونه ضرب هكذا ويصطفوا ويضحكون. التفت قال أنت، يضحكون عليه. لحظة، قف قف يا أخي، أنا لا أسمح بهذه اللعبة بين أب وأبنائه، هذه فيها قلة احترام للأب، فيها قلة وقار للأب. ركبهم فوق ظهرك، ركبهم هنا، العب معهم، صارعهم، نعم، بس تجلس ويعطوك صفحة على كفك كذا، أبدا. بمعنى الاحترام وقار له حدود. وذاك علماء السلف كانوا يؤلفون كتب اسمها خوارم المروءة، يقول لك من خرمت مروءته
لا يمكن أن يكون مربيا ولا واعظا ولا إماما يخطب بالناس ولا مصليا ولا معلم الصبيان إذا خرمت مروءتهم، تسمى خوارم المروءة ولا تقبل شهادته عند القضاة. نعم مروءته ضاعت، فحافظ على وقارك. أشياء بسيطة. مرة كنت معرض الكتاب في الكويت، أول ما دخلت جلست في الرواق لشركة الإبداع يبيع كتبي، فجلست أول ما جلست أخ أراد أن يكرماني، ذهب بسرعة يستضيفني يضيفني. عارفين شنو ماذا أتى؟ جايب لي مثلجات على هذا الشكل، هكذا المثلج، وجايبوا المصطفى أبو سعد يأكله هكذا. يا أخي أنا أجلس في الرواق أكل هذا؟ إيه دكتور الجو حر وكذا. يا أخي أنا اسمي مصطفى أبو سعد، مؤلف كتب والناس تعرفني مربي، هذا أكله في بيتي، أكله في سيارة ما حد يشوفني، أمام الناس أشرب شاي، أشرب قهوة، أشرب ماء، أشرب عصير، بس هذا من خوارم المروءة. ولا إيش رأيكم؟ لي واحد كاتب مؤلف داعية مدرس، تخيلوا ماسك مثلج ويل ما تمشي. مروءة، في شيء اسمه مروءة، لا تفعل أشياء يفعله عامة الناس، لكن أنت مروءتك لا تسمح لك بذلك. كذلك المربي، هذه يسميها قيمتك الذاتية. أعطي لابنك حرية، عارف معنى الحرية؟ ما دام الابن لا يضر نفسه ويضر غيره أو يرتكب حرام أو يخالف قانون، خله حر. رقم ثلاثة، أعطي لابنك الاختيار، خذوا المكان ملابس، قل لي اختار ماذا تريد، طرح الملابس كلها مقبولة، ممتاز. افتخر بابنك أمام الناس، امدحه يوميا، كل يوم تمدح ابنك 5 مرات في اليوم وافتخر به أمام الناس، هذا يرفع معنويات الأبناء ويشعرهم بالاحترام، ممتاز. الإعجاب، طبعا الإعجاب أكبر تأثير في التربية على سلوك الأطفال هو أن يعجب بك أبناؤك، أكبر تأثير، أبنائي يعجبون بي. فإذا أعجب بك أبناؤك قلدوك وأحبوك، ولذلك المعركة التربوية التي تغرس الاحترام وتقوي العلاقة بين الإبن والأبناء، بين الأب والأبناء. إيش فيكم أخواتي؟ شتكم زعجتم؟ زعجتوا؟ تحملتوا ولكن في الأخير زعجتوا صح؟ من فيكم الحمد لله الانزعاج راح؟ راح بعضكم، راح الحمد لله. فأنا أتمنى الدرس اللي تخرجون منه نسوا هذه السمات والكلام، نسوا، فقط تخرجون بشيء عملي، أن الأطفال كانوا يلعبون وتحملتوا لمدة 2 ساعة وأكثر وأنتم جالسين مرتاحين. هذا أكبر درس معنوي تعلموه إن شاء الله في هذا المكان. تبارك الله، يبحث عن الاحترام والمدح. شوفوا هو يبحث عن الاحترام والمدح الآن، لو كنتم تمدحون 10 مرات في اليوم ما يسوي هذه الأشياء. أه؟ إيش فيه شنو؟ اسمه كهرمان. شنو معنى كهرمان؟ إيجابي ولا سلبي؟ بطل. آه بطل، أي ما شاء الله، ممتاز، بطل، تبارك الله، بطل، ممتاز. إذن الإعجاب كهرمان، ما شاء الله، بطل. مفهوم الإعجاب أن يعجب بك أبناؤك وأن تعبر لابنك عن إعجابك به. لا هذا لا، العاب أعطيك الحرية، هذا لا، هذا الحزم. أوه. أنا الحين مستأنس أشوف تأثر بعضكم، محمد هاشمي زعلان مو مرتاح، أنا مستأنس، أنا فرحان، فرحان أشوفكم منزعجين، وهذا هذا هو الدور، هذه التربية. مرة كنت مسقط وعملت نفس الشيء في مسقط، وجايبي الأطفال وعارف إني أهل مسقط كانوا يحضرون معي في مهرجانات في باقي دول، أول مرة عملت المهرجان وجاي الأطفال يلعبون، وكنا إحنا ضيفين، أنا هذا الأسبوع الأسبوع اللي بعده دكتورة من الكويت، فدكتورة أيضا تربوية جات وجايين الأطفال، أول ما الطفل الأول بدأ أنا ما أستطيع أتحمل، مسكوا أطفالكم. قال الدكتور مصطفى أبو سعد ما عنده مشكلة، قالت هذاك الدكتور بس أنا ما أتحمل، ما استطاعت إلا لما خرجوا الأطفال، ما خرجوهم يعني أمهات رجعوا بأبنائهم رجعوا لبيوتهم، وين يخرجونهم؟ فالسؤال، هيعقل أنا محاضر عن التربية وأنزعج من الأطفال؟ ما تمسجم. اليوم سألنا أحد الإخوة يا دكتور عندك أبناء؟ إيه نعم. تطبق؟ إيه نعم أطبق، عمري ما ضربتهم، عمري ما سرقت وجههم، عمري ما انتقدت أحد، عمري ما لومت أحد منهم أبدا، والغريب أن عمري ما شفت منهم مشكلة،
لا هم سببوا لي مشكلة في حياتي ولا انزعجت منهم ولا عمري مارس السلوك السلبي. التربية متعة أبدا، يلعبون يجرون كذا ما عندي مشكلة. إيه إيه كيف؟ ولا عندي ولا واحدة بفضل الله، والله العظيم ما عندي ولا واحدة من هذه كلها أبدا، وصل الله أن يعافيني ويعافيكم بإذن الله أبدا. سؤال، تعرفوا الأطفال متعة، اللي عنده أطفال يتخلص من الضغوط مع الأطفال. أنا جايكم الأشياء اللي تخلصكم من الضغوط راح نقول لكم إياها مع الأطفال نفسها. إذن عبر لابنك عن إعجابك به وخليه يعجب بك. ممتاز. الإعجاب كيف تعبر؟ أنا سعيد لوجودك بحياتي، أنا سعيد وجودك في حياتي سعادة وليس مسؤولية. ترهق كائلي، صدعتم راسي، عورت راسي، لا، أنتم متعة في حياتي. ما لم يصبح أبناؤنا مصدر متعة وسعادة في حياتنا يصعب أن نكون ممن يملكون سمات المربي الإيجابي. أنت ابن مؤدب حريص على التعلم، امدحوهم هكذا. ممتاز. وجودكم سعادة في حياتي مهمة جدا. بابا مثل هذا المشهد شوفوا. مبروك، هذه بنتي اللي أعرفها، هذه يحبوا الأطفال، أشعرهم بفخرك. شوفوا كم يشعرون التربية لما نشعرهم بأننا معجبين بهم ونفتخر بهم، كأننا نرفعهم إلى السماء السابعة. الحب غير المشروط من أسوأ الابتزاز المشاعر الوجداني عند الأطفال، أنك تجعل حبك مشروط. أحبك عندما، أحبك لو، ما في لو. أحبك لو نجحت، لا، أنا أحبك، نجحت ولا ما نجحت أنا أحبك. أحبك لو صليت، أنا أحبك، صليت ولا ما صليت. لازم يكون الحب لذاته أولا قبل كل شيء، حب غير مشروط، لا ابتزاز عاطفي. لا تربط الحب بعمل أو سلوك أو إنجاز أو أي شيء. أحبك لأنك ابني وكفى، لا تمارسوا الابتزاز. اثنين، حب، عبر عن حبك بكلمات. لاحظوا الطفل اللي هو أقل من البلوغ، ما وصل البلوغ، يحتاج 70 مرة في اليوم تعبير عن مشاعر الحب، في حدود 70، زيدوا شوية نقصوا شوية لكن 70. حبيبي، أحبك، بعد عمري، أي شيء، 70 مرة. 70 مرة في اليوم قد تأخذ منكم حوالي 1.5 دقيقة. عندكم 1.5 دقيقة لأبنائكم، بس 70 في اليوم. كلمات، هذا الأول، عبر عن حبك بالقرب. القرب، وذاك إذا تحب ابنك أعطيكم الحين القرب. أول شيء لمسات، تحب ابنك 5 لمسات يوميا، 5 لمسات، كل لمسة في مكان. المكان الأول تمسحون هذا المكان لمدة 5 ثواني، 5 ثواني، تحطي يدك الخلف هكذا 5 ثواني. تستطيعون ما تستطيعون؟ صعبة عليكم؟ هذه صعبة؟ أو مرة في اليوم على الأقل هكذا تمسح على رأس ابنك. هذه لمسة الرحمة، الرحمة. اللمسة الثانية، تحط يدك في هذا المكان، تقول لي أنت تاج رأسي، أفتخر بك، لمسة الفخر. واربطها بكلام، بإنجاز، أنا فخور بك، فخور بصلاتك، بعطائك، بأدبك وكذا. هي طبقي، سويتي الأولى، الأولى أولا وبعدين هذه، هكذا 5-10 ثواني. أي نعم، عبر عن حبك بكلمات للأطفال تحسن المراهقة. إيه؟ هو سن المراهقة. 70 كثيرة، بس 15-20 أطفال 70. اللمسة الثالثة لمسة التهدئة، هنا، هذه يفضل قبيل النوم، تحط يدك هنا وتقرأ عليه قرآن، بسم الله الذي نظر مع اسمه شين وارد السماء والسمع العليم، سيد الاستغفار، سورة الإخلاص والمعوذتان هنا قبل النوم. هذه لمسة الهدوء والتهدئة. اللمسة الرابعة نسميها لمسة الشوق، تستقبل ابنك وتودع بها، تحط يدك الاثنيناتهم هنا تمسكوا هكذا، هكذا. بس لاحظوا هكذا، ما تزيدوا عليها شيء ثاني، لا يجيكم الطفل ما شاء الله تبارك الله وتجروه، الجر ممنوع، بس هكذا، الجر ممنوع، بس هكذا. اللمسة الرابعة، اللمسة الخامسة مسكت اليد، هذه ما لها وقت وما لها تحديد، ممكن تمسكوا ساعة، ممكن نص ساعة، ممكن 3 ساعات، ما لها وقت،
ممكن تكون جالسين تشوفوا التلفزيون تماسكم، ممكن ماشيين في السيارة وتماسك. هذه لمسة اليد. طبعا الحال من اللمسات الخمسة كلها أقواهم على الإطلاق مسكة اليد. هذه تهدئ النفوس، تفرز توتر، تقلل ضغوط بداخل الإنسان مسكة اليد. هذه اللمسات خمس قبولات يوميا. اي نعم والله. شوف اصغركم سنا واكبركم سنا يمسك يد ثاني. هو سؤال، لما تحط يدك في يد ومنو ماسك الثاني؟ احنا ماسكين اليد، منو اللي ماسك الاخر؟ اثنيناتنا. لكن لمسات انت، لكن لما تمسك يد اثنيناتكم. السؤال، مر عليكم طفل هو يجي يمسك يدك؟ هو عنده حاجة يقول لك امسك يدي وغيرها من الأمور. القبولات، خمس قبولات أيضا أو أربع قبولات. مكان أو الرأس، هذه قبلة الاحترام والتقدير لابنك، الرأس. القبلة الثانية الجبين بين الحاجبين هنا. القبلة الثالثة قبلة الخدين الشوق. قبلة الرابعة اليدين. إذا قبلت هذه الأربع أماكن عند الطفل ترفع شعوره بالحب، خزن الحب عنده بشكل كبير جدا. طرح النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنده كلها، لكن أكثر شيء كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة وهي مراهقة هي قبلة الجبين وقبلة اليد، وعائشة التي ترويها. يعني النبي ما رأى فاطمة إلا وقف لها وتقدم نحوها وفتح ذراعيه وضمها إلى صدره وقبلها بين حاجبيها وأجلس عن يمين وأمسك يدها، يمسك يدها، وبالفينة الأخرى يجر وهي تجر، هي تقبل وهو يقبل. هذه القبولات. إذا لمسات وقبولات. وبعدين في شيء آخر، الصدقة راح أتكلم عنه واحدة. وبعدين الضمات. الضمات يحتاج أربع ضمات ليعيش، مثل الأكل والشرب والهواء، أربع ضمات ليعيش. ويحتاج ثمان ضمات للصيانة. الصيانة، عارفين الصيانة؟ عندكم سيارة تأخذونها للصيانة وهي سليمة حتى تحافظون عليها. ابنك عنده مشاعر وجدان يحتاج صيانة. إذا ما ضميناه هذا الوجدان ممكن يتجمد، وإحنا جمد وجداننا بمفاهيم. والله ابنك كبر لا تضمه، كيف ابني لا أضمه؟ إن شاء الله يوصل 164 سنة و11 سنة 3 أيام أضمه. كذلك بنتي أيا ما وصلت أضمها. لماذا؟ أضمه أمام الناس خلهم يشوفوني. النبي كان يضم فاطمة أمام الآخرين، هذا ابني، هذا بنتي. لا كبروا، خليكم مفاهيم. والله يا دكتور طال حال لا أتكلم عن الشام والمغرب العربي، أتكلم عن دول الخليج. يقول لك لا يا دكتور إحنا في منطقة صحراوية. شنو معنى منطقة صحراوية؟ جافة. شنو معنى جافة؟ مشاعر، يعني الجغرافية عكس طبيعة الشخص. في علم الاجتماع والتمدن الحضاري، تمدن البشري، التمدن البشري، الإنسان يعاكس بيئته، وليس الإنسان يتأثر ببيئته الجافة، يعاكسها. بمعنى أن المناطق الجافة هم أكثر رقة وأكثر وجدانا من المناطق الخضراء. ما صدق هذه شوية غريبة عليكم، ها؟ أعطيكم اختبار تاريخي، معلومات قبل الإسلام. خلوا الإسلام قبل الإسلام. ما هو المسرح العربي؟ شنو المسرح اللي كان يستمتع به العرب؟ سوق عكاظ. شنو كان المسرح في سوق عكاظ؟ شعر. وأكثر شعر الغزل. شنو معنى الغزل؟ مشاعر، الحب وكذا. في تلك العصور اللي كان الشعر والغزل هو السائد في المنطقة الصحراوية، تعالوا إلى المنطقة الأوروبية، إلى المسرح الروماني واليوناني. بماذا كانوا يستمتعون؟ بافتراس والقتل. إما فارس يقتل فارس، وإذا ما قتل يقتلونه بالنبال، وإما يجوعون أسد لمدة شهر ويطلقونه على فارس. كانوا يستمتعون بمشاهد الدموية، القلب قاسي. والعرب في تلك البيئة كانوا يتمتعون بالشعر الغزل. لكن جاءت مرة لا إحنا لازم نكون هكذا. برمجونا بطريقة سلبية. إذا عبر 8 ضمات للصيانة و12 ضمة للنمو. المجموع 24 ضمة في اليوم. نمو، الأولاد ينمون، ليس ينمون طول ووزن وعرض، ينمون حتى وجدانيا، لازم ينمو سليم.
24، لكن في فتوى شرعية ضمت لها فتوى لا يجوز جمع تقديم أو جمع تأخير في 24 ضمة، ما يجوز. ما تقول لي الدكتور قالنا 24 ضمة، 1، 2، 3، 20، 22، 24، يلا روح مصروف اليوم. لا، لازم تصرفونهم صباحا 4، تودعوا ب4، تستقبلوا ب4، بعد العصر، بعد المغرب، قبل النوم 4، يوزعهم، وزعوهم على الوقت وكذا 24 ضمة. وبين قوسين حتى الرجل والمرأة يحتاجونها فيما بينهم، اي حتى الزوج. انتم عارفين الضمات تفرز واحد من اعظم الهرمونات اللي تسعد البشر. لما تضم انسان، لما يكون مقرب لك الزوج مع زوجته وبعدين الابناء، تفرز ماده معينه من هرمونات السعاده الاربعه الاشهر هرمونات في السعاده. ابحثوا عنها، ابحثوا هرمون ضم وتشوفوا هذا الهرمون، هرمون يسعد الانسان. فلو عرفتم فوائد الضم لضميتوا ابنائكم لتتخلصوا من توتركم انتم. التوقع، لا تمارس ضغط على ابنائك ليتفوقوا. انا اريدكم تكونوا متفوقين، لا، انا اريدك ان تتحسن وتبذل جهدك. لا تقول لي اريدك تطلع الاول، اريدك تبيض وجهه وتكون احسن واحد، ابدا. هذا التوقع يحبط الابناء. 2، قل ابن انت ما شاء الله عندك القدره انك تحسن استغلال قدراتك وتتفوق وتتميز وتتحسن وتجيب درجات ممتازه، بس لا تقول لي احسن الدرجات، اريدك الاول، ابدا. انا راضي عما حققته وانتظر منك المزيد. جاب 10 من 20، انا راضي. جاب 50 من 100، انا راضي. وان شاء الله تجيب، تبذل جهد، تشد حيلك، تجيب 51 ان شاء الله المره المقبله، انا راضي ب 51. لا تقول لي 50. عندي مدرس مصري حاضر معي في دوره، هو مدرس في مدرسه الرؤيه في الكويت، اتكلم على التربيه وكذا وشويه خلاف بيني وبين، قال دكتور انا اؤيد كلامك، اقول لك عن أسوأ صفعه صفعت في حياتي، صفعتني امي. شوفوا هذا المدرس مصري يدرس الكويت، ثانوي عامة في الكويت، طالع، تعرفون طالع الأول على مستوى الكويت كلها، الأولى، أحسن درجة في الكويت كلها في القسم الأدبي، أول واحد على مستوى الكويت، وجاي فرحان سعيد، دخل البيت بشر الأم، الأول يا أمي، الأول على مستوى الكويت، ما شاء الله كم؟ قال لها جبت 98.4 من 10، بس عطاتها بظهره وراحت. السنة الماضية اللي نجحت طلع 99.2 من 10، قال صفعة منتظرها تضمني تزغرد تفرح بي، عطاتني ظهره وراحت. قالت صفعة طالع الأول على مستوى الكويت، الأول، وما راضي هذه الأم. هذه التوقعات السلبية، هذا ما أتوقع من ابني. لاحظوا التوقع، ممكن أشرح لكم بقصة. عارفين قصة الفلاح اللي كان عايش على البيض وعنده إيوز كل يوم يبيض له بيض ويجمع البيض ويبيعه في السوق ويشتري به الخبز وأشياء بسيطة جدا، ويوم من الأيام وجد بيضة ذهبية. قرأتم القصة، حتى احنا قرأنا هذه القصة وأنا طفل صغير في السنة الرابعة ابتدائي. عرفتم القصة؟ فلاح وجد بيضة ذهبية، راح باعها، عرضها في السوق، قال هذا ذهب خالص، باعها، أخذ مبلغ كبير، فرح به فرح شديد، اشترى به أحيان أشياء كثيرة كان ما عمره ما شافها، أرجع فرحان للبيت. اليوم اللي بعده وجد نفس اللي وزع بعضت بيضة ذهبية جديدة، ترك البيض الآخر، إيش فيه؟ فتات، أخذ البيضة راح باعها، وبدأ كل يوم يبيع البيضة الذهبية ويشتري أغراض، وبدأت حياته تتحسن، وصار ما شاء الله إنسان يعيش حياة الميسورين. يوم الأيام يقول أنا إلى متى أعيش عال على هذه الإوزة، كل يوم تعطيني بيضة، لماذا لا أذبحها وأخذ البيض كله دفعة واحدة وأصير غني كبير جدا. ذبح الإوزة، شق البطن، ما وجد فيها بيض، وانتهى البيض الذهبي. الحين السؤال، شنو الخطأ اللي ارتكب الفلاح؟ استعجل. حتى لما كنت في الرابع ابتدائي أستاذي قال لي تعلمنا أن الطمع
والعجل من الشيطان واستعجل. نعم هذا صحيح، كله صحيح، لكن أقول لكم من منظور تربوي ما هو خطأ هذا الفلاح. لكن خلنا نقول لكم لو كنت أنا مكان الفلاح ماذا أفعل. وجدت بيضة ذهبية بعتها فطلعت بعشرة آلاف ليرة، بعتها بعشرة آلاف، سأوزع عشرة آلاف إلى ستة آلاف، أربعة آلاف، أربعة آلاف لي أنا وأسرتي وستة آلاف للإوزة. أول شيء ستة آلاف كل يوم للإوزة أوظف بيطري خريج أرقى الجامعات البيطرية كل يوم يشتغل معي، كل يوم يفحصها فحص شامل. أوظف متخصص في التغذية، أحسن الغداء نشتري لهذه الإوزة، أبني لها فيلا فيها مسبح، والإوزة يحب السباحة، وأخلي الماء بارد في الصيف ودافي في الشتاء، وأجيب لها وحدة مدلكة كل يوم تعمل لها مساج، وحراسة 24 ساعة. 6000 في اليوم توظف لكل هذه الأشياء، وأعيش على 4000 كل يوم لي و6000 لها. هذا الذي كنت سأقوم به لو كنت مكان الفلاح. عارفين ما هو الخطأ الذي ارتكبه؟ ما الفرق بينه وبين الفلاح؟ كلمة واحدة، عندي إوزة وعندي بيضة ذهبية، من الأهم؟ الإوزة. وذاك الفلاح لما اعتبر البيضة أهم من الإوزة ذبحها، وأنا لما اعتبرت الإوزة أهم من البيضة أكرمتها، فزاد عمرها وطار عمرها وزاد البيض وزاد وزن البيض وزاد المدخول، أصبحت العشرة أصبحت 20 إلى غير ذلك. هذه هي قصتنا نحن مع الأبناء، أبناؤنا والبيض الذهبي. من الأهم، أبناؤكم ولا تفوق الأبناء وحفظ القرآن وصلاة الأبناء، ولا أبناؤكم من الأهم؟ يعني قولوا الصراحة، يفرحكم وجود أبنائكم ولا يفرحكم تفوقهم دراستهم وكذا؟ ما في الاثنين، واحد هو الأساس والثاني ثانوي. من الأساس ومن الثانوي؟ إذا كان أساس هو ابني راح يزيد اهتمامي بابني فتزاد النتائج. هذه الحاجيات كلها إيه؟ كلها يعني كل الحاجيات اللي يقوم بها إيه؟ كان عقاب أو تكريم أو رعاية أو كلها هي لخدمته اللي الفرح به. وأنت أعلم يا دكتور إسماعيل، ممتاز، الإنسان أي إنسان يفرح أن يأتيه الخير ويأتيه، لكن لا يفرح أن يكون حتى أخوه أفضل منه إلا ابنه، إذا كان أفضل منه يفرح. ممتاز، إحنا هذا الذي نريد. ولكن لاحظوا القصة كالتالي، إذا زاد اهتمامك بابنك زادت أشياء التي تفرحك وتفرح ابنك. إذا أنا اهتميت بابني أكثر كإنسان بالحب والإعجاب والاحترام والتوقع والصداقة غتزيد النتائج، ستزيد نتائج الابن، يزداد حفظه للقرآن ويزداد أدبه ويزداد تفوقه الدراسي. إذا زاد اهتمامي وتركيزي وتوقعاتي على النتائج أهملت ابني فقلت النتائج. وذلك هذه القصة، أنا أهم من النتائج، ابني أهم من النتائج. بمعنى ابني لو 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 سقط سقطة رصب في مادة، عادي حبيبي، أهم شيء ابني، تعال ضمي الآن، أنت محتاج أحبك، تعال نطلع أنا وياك نمشي، تعال أعزمك اليوم على مطعم. إنه أنا راصب سؤال، أنا أعزمك لأنك ابني حبيبي. الرصوب والنجاح هذا موضوع ثانوي بالنسبة إلي. هنا سيفهم الابن درجات، يفهم الابن مبادئ وقيم أخرى. الصداقة، خامس شيء الصداقة، أقوى علاقة تربط بين شخصين في الحياة هي الصداقة. لو سألتكم سؤال، في علاقة أقوى من الصداقة؟ الخلة هي مرتب مراتب الصداقة، خليل بمعنى صديق، لكن هي نفسها الصداقة. في علاقة أقوى من الصداقة؟ خوة. شنو خوة؟ في الله. هي المحاكم مملوءة فقط بالإخوان في الله، كل محاكم الإخوان في الله، واللي يضربون بعضهم إخوان في الله، واللي يتصارعون في الطرقات إخوان في الله، كلهم إخوان في الله. مرة كنت مع أحد المشايخ الله يرحمه توفى، اسمه سعيد الزياني، تذكرونه؟ هو مغربي كان مقيم في قطر، كان عنده برنامج في قناة الشارقة، استدعاني تكلمنا على موضوع السعادة، خلصنا الموضوع
يعرفهم بالبرنامج المقبل، قال موعدنا الأسبوع المقبل مع ضيف عظيم غليظ، ضيف وما شاء الله هو عنده فصاحة وكذا، والموضوع الأخوة في الله أم الصداقة، وختم. وطلعنا رايح أنا وياه المطعم نتغدى وبعدين وصلني الفندق، فقلت لي ما شاء الله، جلست مع الشيخ عمر عبد الكافي كان هو الضيف، قال أي نعم تكلمتوا عن الموضوع، نعم ستبين للناس الأخوة في الله أهم من الصداقة. فهو يقول يا دكتور أكيد الأخوة في الله أهم من الصداقة. قلت لي إحنا وين رايحين؟ قال روح نتغدى غداء وبعدين نوصلك الفندق. قلت لي إحنا مارين على كم مرة، مارين على محطات الحافلات، في إخواننا في الله من الهند وباكستان وكذا إخواننا، ليش ما نأخذ أربعة يروحوا يتغدوا معنا حتى دي إخواننا في الله. يا إخواني الأخوة في الله لا ترتقي إلى مرتبة الصداقة، الصداقة أعلى مرتبة تجمع بين شخصين في الكون. السؤال هو 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 المسلمين اللي أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شنو اسمهم؟ شنو معنى الصحابة؟ أصدقاء النبي، هم أصدقائه، وإحنا إحنا إخوانه في إحنا إخوانهم، إخوانه في الله، إحنا غير إخوانهم. لكن من الأعظم؟ إحنا إخوانه ولا إخوانه في الله ولا أصدقائه؟ أصدقائه، أصدقائه أعظم. سؤال ثاني، من هو أعظم صديق من الصحابة؟ أبو بكر. من هو أعظم صحابي؟ وليش هو أعظم صحابي؟ كان أعز صديق، بماذا نال هذه المرتبة؟ الصداقة، الصداقة. ولذلك إذا أردت أن ترقى بمستوى علاقة مع ابنك لازم تصبح صديق له. حتى الإمام علي رضي الله عنه عنده قول رائع يقول لاعبوهم سبعا، أدبهم سبعا، صاحبوهم سبعا، صاحبوهم. حتى في اللهجات هي ليست إخوان في الله، يقول لك مثلا ابنك إذا كبر خاويه، خاويه بمعنى صاحبه، صير صديق وخاوي تكلم معاه كأنه صديقك، يعني هذا هو المفهوم، صديق مفهوم. أعلى علاقة تربط بين شخصين الصداقة. حتى العلاقة الزوجية إذا أردتم ترقية العلاقة بين الزوجين كونوا أصدقاء. وبالتالي أنا الحين أكتشفكم إذا كنتم للمتزوجين أصدقاء ولا مو أصدقاء، ونادر ما تجدون زوج وزوج أصدقاء، نادرا. وإذا كانوا أصدقاء قمة السعادة الزوجية لما يكونوا أصدقاء. كم فيكم أخواتي إخواني تحاورون بعضكم البعض كأزواج، تحاورون بعضكم البعض في اليوم، جلسوا الحوار، أنت آخر حوار مع زوجك شنو كان؟ حاول شنو؟ حاول كيف نوصل؟ إيه هذا مو حوار، لا مو حوار، هذا أختي لا مو حوار، هذا مو حوار. شنو آخر حوار مع الأزواج؟ بنتي كيف أقوم؟ ما ليس حوار، بنتي كيف أقوم؟ لا لا هذه مو حوار، هذه حوارات ليست حوارات الصداقة. حوار الصداقة هو تكلموا عن انتخابات في دولة غواتيمالا، تكلموا عن واحد مجنون يقود إحدى الدول، تكلموا عن البورصة، تكلمون عن هذه الحوارات، تكملوا عن قيس وليلى كيف انتهت حياتهم. ها؟ لا هذه انت سيره تنازع مبادئك. زوجي يحب نانسي عجرم ولا هيفاء عجرم وتجيب لي؟ لا 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 ما يجوز، ما يجوز. اذا هو يحب يسمعها خليه يسمع، انت لا تفتحينها له، واذا فتحها انت غضي بصرك وطلعي انسحي بفرنقعي من المكان. لا تشغلي لا تشغلي لا تشغلي، اي عقل؟ هذه المبادئ اللي تكلمت عنها. انا ما احب زوجي يشوف هذه، كيف يشوف واحدة تغني وترقص أمامه وكذا؟ لا أختي ما هو يحب يشوفها كيفه، بس أنت ما تحبين، وعبري عن حب عن قادك أول ما يشوفها فرنقعي المطبخ، لا تبقي في مكانك، إنكاري فينا علي، عارفة نعلي إنكاري فينا علي، تأبطين علي كون ساحبي. هذه مبادئ. والله زوجي يحب، وبكرة واحدة تقول لي زوجي يحب يشرب الخمر أحط لي خمر، لا ما يجوز. يا أختي شنو الفرق بينهم؟ هذه وهذه شنو الفرق؟ واحدة ترقص أمامه شيب عارية وخمر غانية وخمر، شنو الفرق؟ أنت هذه اللي قلت لكم مبادئ ما تنازلين على أبدا، أعطين نفسك قيمة قيمة، وبعدين أنت أجمل ألف مليون مرة من هذه اللي قلتي اسمها، وأروع منها وكذا وغيرها من الأمور.
وغيرها. فأنا أرجع شنو كنت نتكلم؟ شوية استفزتني الأخت، لأن ما رضيت أنها تحط نفسها في شنو كنت نتكلم؟ إيه الحوار أصدقاء. تبون تعرفون حوار الأصدقاء؟ لما تعرفتوا على بعضكم البعض أثناء الخطوبة وبداية الزواج، شو المواضيع اللي كنتم تفتحون مع بعضكم البعض؟ هذا هو الحوار الصداقة. لماذا هذا الحوار بعد سنة ونصف سنتين ينتهي؟ تصبح الحوار هم الأبناء، المدرسة، المشكلات، كيف نوصل، كذا. هذا ليس حوار. ولذلك أكبر فيروس تعاني منه الأسرة العربية، الأسرة العربية عندها أربع تحديات. الأسرة العربية مستقرة، متماسكة، من أفضل الأسر في العالم تماسكا هي الأسرة العربية، ولا توجد أسرة في العالم أفضل منها ولا تقارن بأي أسرة. نسب الطلاق في عالمنا العربي أقل نسب في العالم، أعلى نسبة طلاق موجودة في الأردن تعرفون كم؟ أي 70 تحلومين، 4.4 هذه أعلى نسبة في العالم العربي، 4% في الأردن. ما في دولة في العالم فيها 70 بين قوسين. نعم، في العربية السعودية 1.2 1.2 مواصلين 2 في السعودية، 2 مواصلين لها كل 5 دقائق. في مصر طلاق ممتاز، سمعوا الآن، كل 5 دقائق طلاق، وفي ساعة كم؟ ساعة كم؟ 60 × 5 = 12 ممتاز. الشغل كم ساعة يشتغلون في مصر؟ أي كتير، 6 ساعات على أكثر شيء. يعني 12 × 6 كم؟ 12 × 6 كم؟ 70. 72 حالة طلاق في مصر، بلد 100 مليون، 72 ضربوها في 365 يوم، ستجدون أن مصر من الدول الأكثر استقرارا في العالم العربي أيضا، ما فيها نسبة طلاق عالية أبدا، لا توجد نسبة اسمها 70%. هذا الأميين اللي يقول لكم 70%، إذا سمعتوا واحد قال لكم 70% فهو أمي لا يعرف قراءة الأرقام. عارفين معنى الأميين؟ أعطيكم معلومة. في الكويت كل 100 حالة زواج يتم تسجيلها في الكويت يقابلها 38 حالة طلاق. كم نسبة الطلاق في الكويت؟ كم؟ 38. ما العلاقة بين الفول المدمس وصور الصين العظيم؟ شو العلاقة بين الفول المدمس وصور الصين العظيم؟ يا إخواني أخواتي، 100 واحد تزوج اليوم سجلناهم في هذه الإدارة، 38 في إدارة تانية سجلوا الطلاق، لا توجد علاقة بينهم حتى أقول 38. هذا أكبر خطأ. يقول لك في الأردن 100 حالة يتم تسجيلها زواج 70 طلاق، 70%. الأردن 4% فقط، 4.4 فقط. إذا أردتم قياس نسبة الطلاق التالي، 100 حالة تزوجوا اليوم، نحن في شهر 8 2018، 100 حالة سجلوها، احفظوا الملف، 2019 شهر 8 افتحوا ملفاتهم، راح تجدون 10 طلقوا 10، بقية 90. افتح ملف 90 2020 تجدون 7 طلقوا. بعدين لما يوصلون 5 سنوات تجدون نسبة الطلاق 1-2%. أعلى نسبة الطلاق هي 10% السنة الأولى الزواج، بس إحنا ما نقيس الطلاق في السنة الأولى، نقيسه بعد 5 سنوات زواج. الأسر العربية مستقرة نسبة، أنا عندي إحصائيات أمم متحدة، عندي أعلى نسبة طلاق في العالم في جزر المالديف، تعرفون كم؟ أعلى نسبة في العالم 10%، هذه أعلى نسبة مسجلة في العالم 10% فقط وغيرها. فأسرنا مستقرة لكن عندها 4 تحديات. التحدي الأول الصمت الأسري، لا يوجد حوار بين الزوجين، حوار أصدقاء غير موجود. وإذا فتحتوا حوار كل يوم زوج مع زوجتي لمدة 20 دقيقة سترون تحسن في العلاقة الزوجية ويبدأ الحب يبنى بينكم. بس حواره ما له علاقة بالأبناء، ما له علاقة باحتياجات الأسرة. أي حوار، أنتم الرجال لما تلتقون شنو المواضيع اللي تفتحون مع بعضكم البعض؟ كل شيء، الرياضة، العقار، أي شيء، وأنتم نفس الشيء، افتحوا نفس الحوار مع بعضكم البعض. التحدي الثاني في العالم العربي غياب الرجل عن مسؤوليات الأسرة. في العالم العربي الأسر العربية تقوم على المرأة وليس الرجل، بمعنى 90% من مسؤولية الأسرة تقوم على المرأة، حتى المدرسة أولادي يروحوا ويجيوا المرأة اللي تتابعهم،
حتى أغراض البيت شراء هالمرأة اللي تشتري إلا فئة نادرة قليلة جدا من الرجال. التحدي الثالث غياب الأولويات بالمرأة والرجل. المرأة أولوياتها التربية والأبناء والمدارس، والرجل أولوياته العقار، نشتري بيت، الاستقرار المادي وكذا. فهذه الأولويات تسمى تحدي. والأمر الآخر الضغوط الاقتصادية. الضغوط الاقتصادية تحدي عند الأسرة العربية. السؤال، الضغوط الاقتصادية تعاني منه أي أسرة عربية؟ أي أسرة؟ عندنا الأسر في المغرب العربي وفي الشام ولبنان والخليج، والأسر الغنية المتوسطة الفقيرة، منو أكثر ناس يعانون من الضغوط الاقتصادية؟ الفقيرة ولا المتوسطة ولا الغنية؟ المتوسطة هم اللي يعانون، فئة المتوسطة هم أكثر معاناة، لأن أعتقد أن كلكم منها. ليسوا فقراء، الفقراء ما عندهم أي معاناة اقتصادية، الفقراء عايشين مرتاحين في عالمهم الخاص بهم وسعداء، والأغنياء ضغوطهم اقتصادية مجرد منافسات. الفئة الوسطى هم اللي يعانون اقتصاديا، لازم يغيروا التليفون، يشتروا الملابس، بعض النساء لازم تشتري الموضة ماركة، كل شيء موضة، كل شيء ماركة، إلى غير ذلك. هم يعانون ضغوط اقتصادي، كل معرض مشتريات لازم يروحوا. هذه أربع تحديات، لكن التحدي الأول غياب الحوار. إذا صاحبون كونوا أفضل صديق، كيف تصاحبونهم؟ المصاحبة أول شيء سطر ذكريات تفتخر مع أبنائك. سؤال، هل أبنائك سيتذكرون إيه أنا ما أنسى أبي حبيبي بعد عمر أبي لما كنت أدخل وأنا أخطأت يعطيني صفحة على وجهي؟ في أبني راح يفتخر بهذه؟ أبدا. إذا سطروا ذكريات أبنائكم يفتخرون بها. بنت عمرها 14 سنة ما عندها تليفون، اسمها فاطمة، ما عندها لا تليفون أبدا. في المدرسة خرجوا في المدرسة إلى منطقة ترفيهية، كل بنات في عمرها معهم تليفونات. قالها فاطمة ما عندك تليفون؟ قالت لها ما عندي. مسكينة ما عندك تليفون؟ ما عندي. أنتم لمساكين. إحنا مساكين، أنت اللي مسكينة ما عندك تليفون. لا أنتم لمساكين. يلا يلا سمعوا فاطمة إيش تقول. يلا، من فيكم أبوها يلعب معها كل يوم لعبة، هذه لعبة الغميضة، مصيدة مصيدة، إيش سموها؟ واحد يختفي والثاني يبحث عنه، استغميضة كذا. يعني من فيكم أنا أبويا كل يوم يلعب معي غميضة ويختفي، وأنا أختفي في مكان ويجي ويشوفني ويسوي نفسه ما شافني، وين فاطمة وكذا، وتحكي لهم أنا أبويا، وتحكي ذكرياتها مع أبوها. قالت يلا تعالوا تعالوا، أنا أبويا لما يجي المدرسة يأخذني تشوفونه إيه إيش يسوي؟ إيه واحدة تقول لها يسوي كأنه فيلم هندي، يجلس ويضمك ويقبلك 20 مرة ويشيل أغراضك. إيه أنا أبوي لما يجي يضمني وكذا ويقبل ويمسك حقيبتي ويمسكني ويأخذني. قالت لهم أنتي، وبدأت كلهم أسمع، أنتي أبوك لما يشوفك عن بعد أول ما شاف يلا يعطيك بالدار ويمشي. عمري ما شفت أبوك سلم عليك ولا قبلك ولا حتى شال معك الحقيبة. إذا هم افتخروا عندهم الآيباد والأجهزة، هي افتخرت بذكرياتها مع أبوها. هذه اللي يحتاجها أبنائنا، هذا الدفء الجميل اللي والله أبي كان يركبني على ظهره، كان يعمل لي كوكيسة، كان كذا. هذه الأشياء سجلوا ذكريات أبنائكم افتخروا، هذه الصداقة. اقضي مع ابنك وقتا للتمتع والإنجاز. تمتع ترفيه، حوار، إنجاز، إنجاز أيضا. أخذ ابني يزور فقراء، يزور مرضى في المستشفى، نزرع نخلة، نزرع كذا، نسقي زرع، هذه أيضا إنجازات. هذه الصداقة. حاور ابنك كصديق، وإذاك حاور ابنك كصديق كل يوم افتح معه حوار 20 دقيقة، لا نصح، لا توجيه، لا حديث عن المدرسة، لا موعظة، فقط حوار. تكلم معه اليوم حضرت محاضرة في الطريق كانت زحمة لكن الحمد لله هذا جوجل بسرعة وصلت. هذه هو الحوارات الجميلة مع الأبناء. التوازن، لاحظوا تكلمت على 5 سمات، الاحترام والإعجاب والحب غير المشروع غير المشروط، وأيضا تكلمت على ماذا؟ توقع والصداقة، 5. كل سمة من السمات تحتاج متطلبات. يسر إيجاد واحد من الآباء والأمهات، واحد من الأسرة عنده 5 قوية جدا،
قد تجد الأم مثلا عندها مشكلة في الحب لأنها تصرخ، واللي يصرخ شوية ينقص حبه لأبنائه لأنها تنتقد، وإذا تجد الأم شوية مكسرة الضمات ماذا يفعل الأب؟ إذا الأب يطلب 24 ضمة والأم ناقصة الضمات يخليها 40 ضمة. إذا الأب مشغول وما يضم أبنائه وما يمسكهم ما يعطيهم هذه اللمسات، الأم ما تعطيهم 5 تعطيهم 10. عارفين معنى التوازن؟ التوازن وهو إذا رأيتم شيء يقصر في شريك الحياة أنتم أكملوه حتى نحدي التوازن. أيضا تساهل، توازن في عدم تساهل في التوابت، يعني غدا إجازة بكرة إجازة، أنتم عندكم نظام في البيت 9 نايمين وأنت الأم السهرة على النظام 9 يلا ناموا اليوم. أب قالك يا حبيبتي بكرة إجازة خليهم نص ساعة سهرانين، لا بأس لا بأس كونوا مرنين. هذه المرونة جمال. إياكم تكون الأب والأم نسخة طبق الأصل في التربية، لازم تكون مرونة. الأم تغضب الأب يحتضن، الأب يغضب الأم تحتضن، هذا هو التوازن بيننا. مو واحد يقول لا أنا ما أنزل، لازم زوجي ما ينزل كلماتي. ليش ما ينزل كلماتك؟ هذه ليست في التوابت. يا دكتور أنا معلمتهم نظام ويخرب النظام، ليس في التوابت. أنت معلمتهم ممنوع التليفونات، زوجك أيضا لازم ممنوع التليفونات، لكن أنت معلمتهم نظام يناموا 9 زوجك يقول لهم 9:30 يعطيهم نصف ساعة إجازة إضافة، هل سميها تساهل؟ أنت غضبانة هو يجي يضم، مو أنت غضبانة يزيد هو يغضب، هذا نسميه التوازن في الأسرة. يعني لا تساهل، وازن ما ينقص الطرف الآخر. أب فوضوي أم مرتبة ممتازة، منو فيكم مرتبة وزوجها فوضوي؟ نعمة، فأنت نعمة من الله احمدوا ربكم. لكن منو لا قدر الله مرتبة وزوجها مرتب؟ لا قدر الله، في وحدة فيكم؟ وحدة اثنين ها؟ يتعبها كل شوية داخل المطبخ، لا تحطي حطي هذا هنا، هذا يسوين لازم ترميه. هي مرتبة هو مرتب يرفع ضغطها، لا ما يريحوا بقى أبدا. إيه هو سؤال، المرتب مرتاح؟ المرتب متوتر في حياته، الفوضوي مرتاح نسبيا، مرتب المرتب ليش حاطين هذا سووا كذا، رافع ضغطه المرتب المسكين. وذلك إحدى معاناة المرأة المرتبة أن أسرتها ترفع ضغطها بسبب الترتيب. وبالتالي احنا ماذا نقول؟ المرتب مارس هوايات أكثر من غيرك، لأن الترتيب يزعج الناس أكثر. المرتبين يكون عندهم قولون عصبي أكثر المرتبين، وأكثر المرتبين عندهم صداع دائم مستمر. لكن شنو الفرق بين المرتب والفوضوي؟ يكملون بعضهم البعض. المرأة المرتبة زوجها فوضوي نعمة من الله. أعطيكم مثال، امرأة مرتبة أو العكس، امرأة مرتبة وزوج فوضوي، الحنفية تقطر خربانة تقطر. الحين عندي امرأة مرتبة الحنفية تقطر، كل قطرة تنزل كأنها تنزل على قلبها، تضرب في قلبها كأن السكين يضربها، إلا لازم يتصلح. جاء الفوضوي إيش؟ إن شاء الله يوم السبت إجازة نشوف أحد يصلحها، خليها عادي حطي شيء تحتها جيبي الساق، المهم يوم السبت أو يوم الجمعة. يوم الجمعة اليوم صلاة الجمعة وراحة، خليها بكرة. جاء السبت انشغل، خلي الأحد، خلي الأسبوع الجاي. هذا الفوضوي. في الأخير المرتبة تضطر أنها تتصرف هي، الفوضوي ما راح يعالجها أبدا. لماذا؟ الفوضوي ما أشياء صغيرة ما يفكر فيها. لكن تعالوا سافروا سفر طويل، شوفوا الفوضوي ماذا يفعل في السفر. الحجز تذاكر، حجز الفندق، خطة السير، كل شيء عنده مخطط له قبل 6-7 أشهر. الفوضوي هو الوحيد اللي استطاع يوفر فلوس. المرتب مسكين لو عنده 1000 يصرفها في يوم واحد. المرتب ما يعرف كذا، لأن المرتب يشوف بس اليوم شنو فيه. المرأة مرتبة راحت عندها 100 ليرة ما عندها غيرها، الشهر كله ما عندها إلا 100، شات أواني هي والله أنا محتاجها تدفعها وترجع. الفوضى يقول أنا محتاجها عندي 100 وإذا صرفتها لا 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 لا. المرتب يفكر على مدى قصير والفوضى على مدى البعيد. منو الأفضل فيهم؟
كلهم ممتازين، كل واحد ممتاز مجال، لكن الأجمل هو يكونوا اثنين مختلفين، واحد مرتب واحد فوضوي، تكتمل الصورة. ولذلك في التربية وأختم بها، إياكم أخواتي إخواني ترغمون أبناءكم في المراهقة يكونوا مرتبين، لأن إذا أرغمتم يكونوا مرتبين قد يكون نمطه فوضوي، نمط فوضوي، فتدمرون إيجابية النمط الفوضوي، في الآخر يصبح لا هو فوضى لا هو مرتب. أعطيكم للمعلومات، للمعلومات، أكثر عباقرة البشرية فوضويين، أكثر الأغنياء فوضويين، بيل جيتس فوضوي، إينشتاين فوضوي، أغلب العباقرة كانوا فوضويين، وأيضا المرتبين ممتازين، لكن لا تجعلون المرتب والفوضوي واحد أحسن من الثاني. نعم؟ كيف؟ والله ما وصلتنا أشياء كثيرة على الصحابة في هذه الأشياء. كيف عرفتي أنهم مرتبين؟ كيف عرفتي؟ كيف طبيعي؟ السؤال، أنا الطبيعي من عندي فوضويين، طبيعي ويكون فوضوي، فوضوي عنده قدرة على الإنجاز، الجودة، تخطيط البعيد، المرتب الإنجاز سريع، بسرعة ينجز، لكن ما ينجز جودة. إذا كان عندي أنا مؤسسة أحتاج أوظف فوضويين ومرتبين، ما هو إنجاز سريع أعطيه المرتبين، ما هو إنجاز ذات جودة عالية أعطيه الفوضويين. الفوضوي يعطيك إنجاز كبير على مستوى جودة، الإنجاز السريع أعطيه المرتب، كلاهما إيجابي، ما في واحد أحسن من الثاني وغير ذلك. السؤال، أنا اللي أعرف عن عمر بن الخطاب أنه كان فوضوي، فوضوي عمر بن الخطاب، وبلال كان فوضوي، بس شخصيات عباقرة هؤلاء اللي أتكلم عنهم وغيرهم الأمور، بس كانت عبقرية في شخصية هؤلاء إلى غير ذلك. لا تعتقدوا أن الفوضوي نقص، هذا نقص، هذا نمط وليس أسلوب حياة، نمط شخصية. أشكركم أخواتي إخواني، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وشكرا، ومعذرة على الإطالة، شكرا.